وبأولى مساحاتنا الصباحية لليوم رح نرجع فيها بالذاكرة لبدايات تأسيس التلفزيون بتاريخ مثل ما ذكرنا 23 تموز عام 1960. بدأ إرسال التلفزيون العربي السوري من قمة جبل قاسيون. رح نرجع للبدايات وحلاوة البدايات ونضوي على شرارة الانطلاق. بسعدنا أكيد نرحب بالكاتب والإعلامي أحمد بوبس. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. كل عام وأنت بخير. يسعد صباحك أستاذ. كل عام وانت بألف خير يا رب. أول شيء نحن كتير سعيدين أنك ضيفنا لليوم بهالسنين الطويلة من العمل. خلينا نحكي عن مرحلة التأسيس. طبعا أكيد ذكريات كتير رافقتك. خبرنا. أول إعلان عن تأسيس التلفزيون العربي كان اسمه التلفزيون العربي في أيام الوحدة الجمهورية العربية المتحدة. إحنا ما وقف الرئيس جمال عبد الناصر في عيد الثورة 1959 قال في مثل هذا اليوم من العام القادم سيبدأ التلفزيون العربي إرساله. وفورا بدأت التجهيزات. تم تكليف الدكتور صباح عباني كمدير للتلفزيون في دمشق. كان تلفزيون دمشق وتلفزيون القاهرة. وبدأ التلفزيون الدكتور صباح عباني بدأ جهوده الحثيثة من أجل تأسيس للتلفزيون. فأرسل مجموعة بعثات للاطلاع. أرسل بعثات إلى ألمانيا، إلى أمريكا، إلى فرنسا، إلى إيطاليا. كل دولة إلى حسب اختصاصها ليتعلموا. مثلا أوفت خلدون المالح لإيطاليا لأنه إيطاليا مشهورة ببرامج المنوعات. سافر هو وهيام طباع إلى أمريكا لأنه مشهورة ببرامج الأطفال. يعني كل بلد حسب اختصاصها. بنفس الوقت بدأ العمل ببناء بجبل قاسيون، بقمة جبل قاسيون. بدأ العمل وانتهى العمل في الوقت المناسب. ومساء يوم 23 تموز 1960 الساعة 8 مساء بدأ أول شارع للإرسال التلفزيوني في دمشق. خلينا نحكي عن اليوم الأول. مثل ما ذكرت حضرتك الدكتورة والإعلامي صباح قباني ذكر وذكر بدايات التلفزيون، وصف تأسيس التلفزيون بالمغامرة. كانوا تأسيسه كان يعني اتخذ القرار قبل 8 شهور فقط من يوم إعلان البث، يعني وحددوا البث كان عم يحضروا بس فقط 8 شهور. خلينا نحكي عن هذا اليوم وخصوصيته. وتم تكليفه كان بناء بجبل قاسيون، ما في شيء، كان يعني أرض، وكان بناء ساحة أموية غير موجود أساسا يعني. ففورا اتخذ الإجراءات وبلشت الإجراءات. دكتور صباح قباني كان حريص جدا على على لا يتأخر البث التلفزيوني ولا دقيقة. فكانت الجهود الكبيرة طبعا ليس لدينا كوادر احنا تلفزيونية، فاستعان الدكتور صباح قباني بكوادر إذاعة دمشق. المذيعين يعني معظم المذيعين اللي كانوا في التلفزيون او المخرجين جاءوا من إذاعة دمشق. خلدون المالح، عادل خياطة، هيام طباع التي كانت تقدم برنامج الأطفال، وكل الأسماء، عبد الهادي البكار، أسماء كلها جاءت من الإذاعة إلى التلفزيون. بنفس الوقت الدكتور صباح قباني كان يعرف أن هذا التلفزيون سيدخل كل بيت، سيشاهد الرجل والمرأة والأولاد، فكان يمنع ظهور أي منظر في نوع من الخلل بالآداب. لذلك كان اتخذ قراره ممنوع يظهر على شاشة التلفزيون أي فنان بيغني بالكباريهات. ممنوع. يعني هذا كان جدا حريص عليه. وبجهود الدكتور صباح قباني استطاع التلفزيون أن يبدأ إرساله بسوية كثير عالية، حتى تفوق على تلفزيون القاهرة. يعني مع فارق الإمكانيات بين تلفزيون دمشق وتلفزيون القاهرة. وأنا أعتقد أنه لو كان أول مدير للتلفزيون ومؤسس التلفزيون أي شخص غير الدكتور صباح قباني لنزل مستوى الأداء التلفزيوني درجات كثيرة. طبعا أستاذ يعني بهي الذاكرة وبهي الرحلة الطويلة من العمل والإبداع والعطاء أكيد لازم يكون في إن كان مواقف ما بتنتسى بالذاكرة، سواء من مطبات أو مواقف طريفة أو حتى يمكن ضغط عمل كثير كبير لا ينسى. فخبرنا عن أهم يمكن المواقف اللي عالقة بالذاكرة لحد اليوم. اللحظة الأولى للإرسال، الجميع موجود في قمة جبل قاسيون، الجميع متوتر، هل ستظهر الصورة هل لن تظهر. عندما انطلقت الشارة وبدأ النشيد الوطني فز، هل كانوا بالاستديو، كان مخرج اليوم الأول عادل خياطة، فز عادل خياطة بفرح، نجحنا وبلشوا عنوا بعضهم. هذه لحظة كانت لا تنسى. أما من المواقف الطريفة، تعرف التلفزيون جديد يعني في شيء. فأول يوم رأى عبد الهادي البكار طبعا بعد الافتتاح والمذيع ما طلع أعلن افتتاح التلفزيون العربي بدنا نحطوا قرآن كريم لمدة 5 دقائق. فإجا على بال عبد الهادي البكار يعمل رول مثل اللي بنشوفه هلا، رول إنه صوت القرآن عم يطلع وبتطلع الصورة.
فعملوا بكرة وورقة وواحد واقف تحت الكاميرا عم يشد، هن عم يشد علقت ما عاد يشدني، فرط واحد صار يكرر بايده. يعني هيدي موقف كان حرج لانه سواني الشغله. الشيء الثاني مره عم يقدموا تمثيليه باستوديو فوق، تعال استوديو انتم المعجزه، استوديو جبل قاسون اللي كانوا يقدموا في كل البرامج قد هذا الاستوديو 7 امتار ب 10 امتار. فكانوا يقدموا هون برنامج الاطفال، هون نشره الاخبار، هون مجله التلفزيون. يعني ف بدنا نقدموا تمثيليه كما يبدو. نتيجه حركه الكاميرات علقت شربكه الاشرطه الكابلات ببعضها، فما عاد وصلت لعند محل ما بدنا نقدموا التمثيليه، وكانوا يخبوا الميكروفونات بين الديكور مشان ما تبين. فالمخرج بده يعمل كان يعني بعد ثواني على الهواء، فقال لهم انتقلوا بالكادر لان اقرب الكاميرات، ونقلوا الممثلين وبلشت تطلع التمثيليه. كان من الممثلين دول لحام. ثاني يوم بشوفوا الناس لدول الدحام بانه قالوا له هنيك على التمثيليه الايمائيه، ما انتقلت الكاميرات الميكروفونات هنيك، ما طلع الصوت، طلعت التمثيليه كلها بدون صوت. فقالوا له هنيك على التمثيليه الايمائيه ما احنا بعد هو قال له ايه طبعا كانت التمثيليه الايمائيه بده يغطي يعني على اللي صار. هيدا من الحوادث الطريفه. تمام. كونه حضرتك ذكرت الاستاذ دريد لحام وهو والمرحوم نهاد قلعي من الاسماء اللي ارتبطت بذاكرتنا ومن مؤسسين نعم. الدراما بالتلفزيون السوري. ذكرت ايضا الاعلاميه الراحله هيام طباع كاول اعلاميه سوريه بتطلع ومذيعه نعم. سوريه. ذكرنا كمان الدكتور صباح قباني، اسماء ارتبطت بالتلفزيون السوري. مين كمان ممكن نذكر من المؤسسين واللي تركوا بصمه بالبدايات؟ المخرج سليم قطايا. سليم قطايا اول مخرج للتلفزيون، وهو ترك بالحقيقه بصمه كبيره في الاعمال الدراميه. التمثيليات ما كان مسلسلات، كان تمثيليات من حلقه واحده. ورحيله المبكر بالحقيقه كان خساره كبيره. رحل بشهر تموز 1963، يعني بعد 3 سنوات من بدء الارسال. طبعا ذكرنا عادل خياطه مخرج اليوم الاول، عبد الهادي البكار، جميل ولايه من المخرجين المهمين ايضا. وقسم الطوران، قسم الطوران كانت فنيه، يعني مسؤولة عن عملية المونتاج والتحضير. هي كان من الأسماء الأولى. أسماء كثيرة طبعا، يعني الآن هي الأسماء اللي عم نذكرها حاليا. اليوم بنظرتك للتلفزيون وبعد الخبرة الطويلة بالعمل، خبرنا كيف اليوم بتشوف تطور التلفزيون من كل النواحي، خاصة أنه ذكرت فكرة كتير مهمة أنه كان يدرس أي فقرة أو أي كلمة ممكن تطلع على التلفزيون نعم. على اعتبار أنه هو ضيف موجود بكل البيوت صحيح. والحرص على وجود الأطفال هو كان شيء ضروري. فخبرنا اليوم كيف ملاقي هذا التطور بعد هذه السنين الطويلة. يعني كان التلفزيون أبيض وأسود، والآن صار ملون وصار فضائي وابتسام. لحد الآن أنا بالنسبة لي عندي حنين لمشاهدة برامج الأبيض والأسود. أحس أنه برامج الأبيض والأسود كانت أعمال كتير مهمة، لسبب بسيط أنه اللي كانوا يقدموا الأعمال كانوا يقدموها عن عشق وليس مشان من أجل المادة. يعني أعمال أنا أحن دائما، وأعتقد لما بيطلع مسلسل مقالب جوار أو حمام الهنا حتى الأجيال الجديدة بتقعد تتفرج عليه بتحس فيه نوع من الجمالية ونوع من الأداء العفوي يعني للتمثيل. ما في تصنع، ما في مهنية. فأنا أرى يعني تطور التلفزيون مر بمراحل لابد منها، توسع الإرسال، برامج يعني صارت تقنيات جديدة، صار قادر على تقدم برامج كتير خاصة برامج وتعددت القنوات تعدد القنوات وتخصصت. ممكن يقدموا الآن نقل مباشر، كان بالبداية ما في نقل مباشر، كان كله داخل التلفزيون. أول مرة تم نقل عرض عسكري كان عام 1964، يعني بعد 4 سنوات من بدء التلفزيون لحتى استطاع التلفزيون أن ينتقل إلى خارج الاستوديو ويقدم نقل مباشر من الشارع. نعم. أول عبارة قيلت هنا دمشق. نعم صحيح. هنا دمشق. هنا دمشق. يعني خلينا نحكي عن الدور اليوم يلي لعبه التلفزيون السوري من اول ما طلع. كانت رسالته تحمل معاني الجديه ورسالته هادفه، كان يحمل كمان رساله ترتبط بالعروبه وما نعم. زال. خلينا نحكي عن رسالته اللي ضل محافظ لهي الايام عليها. الدكتور صباح قباني حافظ على يعني حرص على ان يقدم التلفزيون البرامج الراقيه والبرامج التي تفيد. يعني انا سأتوقف عند أحد البرامج على سبيل المثال، برنامج البيت السعيد. بيت السعيد كانت تقدمه من بداية إرسال تلفزيوني المحامية ما تزال الله يمد بعمرها حية نادية الغزي،
وكانت تقدم، كان برنامج للأسرة مفيد، كان في نصائح طبية، كان في رياضة نسائية، كان في لقاء مع أديبات سوريات، وبالتالي كانت يعني تقدم الفوائد للأسرة. برنامج مجلة التلفزيون بدأ تقريبا بعد عدة أشهر، بشهر أيلول أو تشرين الأول بدأت مجلة التلفزيون. كانت مجلة التلفزيون مجلة ثقافية منوعة تعرف الناس بشو عم يعمل التلفزيون، فكانت هناك برامج عديدة بالأول. أنا بدي أتوقف فقط عن برنامج الأطفال. برنامج الأطفال قدم في اليوم الأول، وصعدت هيام طباع مع الأطفال كاملين مع طاقم البرنامج مع الأطفال إلى قمة جبل قاسون، وما تصوروا الطلعة على جبل قاسون قديش كانت قاسية. كان طريق صخري وعر، ما في طريق زفت، كان تراب وسيارات تطلع وتتعطل وعليهم انه يوصلوا لفوق كذا، حتى كانوا الديكورات يصنعوها بمستودع هون بالشام بقلب البلد، وتطلع الديكورات، كانوا يطالعوا الديكورات احيانا لانه السيارات ما قدرت تطلع على الدواب، يعني كانوا يطالعوا الديكورات حملوها، فكان جهد كبير. مع ذلك استطاعت ايام طباع ان تصطحب الاطفال الى قمه جبل قاسون، وقدمت على الهواء مباشره برنامج الأطفال في اليوم الأول من الرسالة. هي المطبات إذا بدنا نسميها صعوبات، قديش هي بتعطي لذة كتير كبيرة للعمل وبتترك ذاكرة مستحيل تنتسى، يعني حتى عم نشوف عندك ابتسامة كتير كبيرة وأنت عم تتذكر هي التفاصيل القديمة. هي بحس الإنسان بانتصار، انتصر على عقبة اجته تماما. يعني يوم الأيام الفنان دولاد الحامد يقدم تمثيلية بقمة جبل قاسون، بده يفوت سيارة، سيارة ممكن نشوفها بأحد المقاطع إذا بعت الصور إذا طلع، اللي فوق السيارة، السيارة ما بفوت من باب الاستوديو، باب الاستوديو صغير مثل هذا الباب، يعني ما بفوت، فشو بدي أسوي؟ وهنيك كانوا يحطوا شارة مثل يعني نشوف التلفزيون العربي أو التلفزيون العربي السوري دقيقة لبين ما يغيروا الديكورات وتبلشوا، يعني بيان ثواني اللي يقدموا التمثيلية، شو بدي أسوي؟ جابوا العمال، كسروا الباب، هدوا الحيط وفوتوا السيارة. ممنوع وجود العقبة. الفشل ممنوع، لأنه الفشل يظهر على شاشة التلفزيون فورا. صحيح. بدي اسال حضرتك، هي الكوادر يلي تجمعت للبدايات وين كانت تشتغل؟ وين كانت قبل تاسيس التلفزيون؟ قسم منه كان بالاذاعه، المخرجين والمذيعين والفنيين باذاعه دمشق، يعني اجوا جابوهم عملوا لهم دورات سريعه لانه يعني عندهم خبره ما صار بالميكروفون، عملوا لهم دورات سريعه، جابوا بعض مهندسين ديكور مثلا سعيد النابلسي كان مهندس ديكور، جابوه هذا نفس عمله. يعني بدي اسالك انا، قديش بتتوقع يكون عدد العاملين بالتلفزيون بعام 1960 عند الافتتاح؟ قليل جدا. بده يكون قليل جدا، 55 عنصر من مدير من التلفزيون للسائق. ومع هيك كان في انجاز وتقديم وبرامج العشق، بس يكون العشق الجهد ما بيبقى له اي قيمه. اكيد. فاشقهم كانوا يعملوا يشتغلوا على العشق، ما كان معتبرينه مهنه، معتبرينه هوايه لهم يعني. بعدك اليوم عم بتشوف استاذ بهي الكوادر، ان كان الاجيال الجديده يلي طلعت بعد سنوات خلينا نقول حصدت ثمار كثير. نعم. كبيره من جهد وتعب وتطور الاجيال الماضيه، واليوم عم بتكمل هي المسيره. اليوم قديش عندك امل بهي الاجيال والكوادر تستمر، وخاصه يمكن بفتره الحرب استاذ احمد شفنا حتى قدموا شهداء وكانوا ابطال. صحيح. بساحات المعارك مثلهم مثل ابطال الجيش العربي. أبداً سوري، شفنا هذا الشيء كثير كبير على مدخل التلفزيون، هنا قائمة بأسماء الإعلاميين الشهداء، يعني أسماء كبيرة. لا شك أن الأجيال الجديدة أصبحت تتسلح إلى جانب الهواية والحب للعمل بالعلم، لأن هناك كلية عم تخرج إعلاميين، صار الإعلام علم الآن ودراسة، ولم يعد مجرد هواية وعشق. وهذا بعتقد يعني بيساهم كثير بتقديم برامج جديدة وأفكار جديدة بالتلفزيون، تساهم في إغناء التلفزيون وفي الحفاظ على تقاليد التلفزيون العربي السوري بكل أقنيته. بعد هي السنوات من العمل، ودائما بيقولوا البقاء في المكان هو يعني بيوصفوه موت بطيء. نعم. احنا بحاجة بظل هذا التطور التكنولوجي انه شوي نواكب هذا العصر. برأيك اليوم شو لازم يجدد في التلفزيون السوري وشو يلي لازم يحافظ عليه؟ لازم نحافظ على التقاليد القديمة،
خليط وضع الدكتور صباح عباري والأجيال التالية، يعني كمان في أجيال جديدة إجت، أجيال عملاقة بعد صباح عباري استمرت حملة المسيرة. الآن التلفزيون أمامه مهام كتير الآن كبيرة، الآن الكرة الأرضية أصبحت قرية صغيرة، فأنت مضطرة أحيانا بلحظات تنتقلي إلى القارة الأمريكية لمتابعة حدث. فمطلوب من الأجيال الجديدة تواكب التطور الإعلامي العالمي، يعني كثير ايام نشوف بالاقنيه، حتى بالاقنيه عندنا بيقطعوا البث وبينتقلوا الى مكان بعيد احيانا. هاي بحاجه الى درايه، يعني بحاجه الاعلامي بحاجه الى ثقافه. طبعا الان اعلام في تخصص، في اعلام سياسي، في اعلام منوع، في اعلام ادبي، في اعلام كل اعلامي يجب ان يتعمق في المجال اللي هو فيه. يعني حينما يتعرض لحدث معين يجب ان يعرف عن هذا الحدث، يعني مش يتفاجأ ويتلبك ما يعرف يحكي. إذا بنحكي كنظرة شاملة وواقعية ومصداقية كتير كبيرة، اليوم التلفزيون العربي السوري وكل التحية له للعاملين فيه، بتشوفه أستاذ أحمد قادر أنه ينافس القنوات؟ اليوم قنوات كتير، ألف القنوات، وكل قناة بتبث إلى توجه معين. كيف نظرتك للتلفزيون السوري مع هذا التطور التكنولوجي الكتير كبير؟ حياة التلفزيون السوري بكل أقنيته عم يؤدي رسالته بعتقد أنا بالشكل المناسب، يعني مع الحفاظ على هوية عربية سورية. يعني أنا بتمنى أن نصل إلى درجة أن مجرد أن المشاهد يفتح على أحد الأقنية السورية يعرف أنه هي قناة سورية دون أن ينظر إلى اللوجو موجود على، يعني هوية القناة كثير مهمة، إعطاء الهوية. بعدين أنا أشاهد الأقنية وبالحقيقة تحاول إظهار الجانب الحضاري لسوريا من خلال الفواصل أو من خلال البرامج، يعني هذا كثير شيء مهم. أنه الآن على الأقنية التلفزيونية أن تظهر وجه سوريا الحضاري بالدرجة الأولى إلى جانب الجوانب الأخرى السياسية أو حتى وسيلة دفاع كتير كبيرة. بعض القنوات يلي يمكن عندها تقنيات كتير مهمة وكتير متطورة بالحرب هي اللي عشناها، نعم، حاولت كتير تشويه وطمس الحقائق، وهون كانت وظيفة التلفزيون السوري اللي كانت وظيفة كتير كبيرة وعبء ومسؤولية كتير كبيرة كانت. صحيح، يعني أمام الحملة الإعلامية الكبيرة كان على التلفزيون أن يتصدى، ومثل ما قلتي في أكثر الآن أنا في الديجيتال أكثر من 1000 قناة، في كل طبعا مو كل أقنية، في أقنية كانت معنا، في أقنية كانت مع وضب، يعني بس التلفزيون بعتقد تصدى بشكل مقبول أو جيد خلينا نقول لتلك الحملات، ويعني استطاع الظهور إظهار حقيقة القضية والحقيقة الواقع في سوريا، وبشكل خاص إظهار الجانب الحضاري. دائما أنت بدك تحاربي التخلف والإرهاب بتحاربيه بإظهار جانب حضاري، يعني وهذا الشيء اللي استطاع التلفزيون أن يعمله من خلال عرض الآثار السورية، التراث الشعبي السوري، ويعني من خلال كل البرامج. تمام، قبل ما نختم معك أستاذ أحمد، خلينا هيك كلمة الختام لحضرتك، أي رسالة بتحب توجهها أو أي نقطة بتحب تحكي فيها؟ بدي أقول كل عام وانتم بخير لكل العاملين بالتلفزيون حالياً، وللعامل، وبدي أوجه معايدة خاصة لشخصين فقط بقوا من الجيل الأول، من جيل الرعي الأول، المذيع مروان شاهين. مروان شاهين ما زال الله يمد بعمره موجود، هو اللي قدم أول نشرة أخبار في اليوم الأول، والممثل الكبير الفنان الكبير الأستاذ بسام لطفي الذي شارك أيضا في أوائل الأعمال التمثيلية التلفزيونية عام 1960 وفي جبل قاسيون. وكل عام وانتم بخير. وانت بألف خير استاذ. وخلينا نحكي بالختام كلمة أخيرة عن، يعني الطموح ما بيموت طالما الإنسان، نعم، في جواته نفس. هذا الشيء كتير معروف عند خاصة القامات اللي قدمت وما زالت عم بتقدم. بالنسبة للأستاذنا الكبير حضرتك اليوم بالسنوات القادمة شو عم بتفكر، أو على المدى القريب إذا بدنا نقول على المستوى الشخصي والمهني؟ بالحقيقة صار حديث أنا والأستاذ موسى عبد النور الاتحاد الصحفي أنه الآن ليس هناك أي كتاب أو وثيقة لمن يريد أن يقدم دراسة عن التلفزيون أو يقدم رسالة ماجستير وربما دكتوراه. التلفزيون يستحق دكتوراه، ليس هناك أي مرجعية. فصار الحكي أنا والأستاذ موسى أنه نعمل كتاب عن
التلفزيون العربي وتاريخ التلفزيون العربي السوري، وكتاب آخر عن إذاعة دمشق. أيضا إذاعة دمشق ليس هناك أي مرجع لأي باحث يريد أن يبحث في إذاعة دمشق، وبالتالي يعني هناك هذا المشروع، مشروع كتابين، كتاب عن التلفزيون العربي السوري وكتاب عن إذاعة دمشق، سيكون يعني اهتمامي في المرحلة القادمة. كل التوفيق لك بأعمالك، ويعني أكيد مسيرة العطاء ما بتوقف هون، كل الرحمة اليوم لأرواح شهداء الإعلام، وأكيد التحية كلها للمؤسسين. شكرا كثير لوجودك معنا الكاتب والإعلامي أحمد بوبز. وكل عام وانتم بخير. انت بألف خير، كل الشكر لك، والله يطول بعمرك أستاذ أحمد والمزيد من العطاءات. شكرا لك.